نهاركم سعيد، نهاركم مبارك. حلقة اليوم حتكون تختلف على الحلقات الثانية، كل يوم فكرة، كل يوم موضوع، كل يوم اختبار، كل يوم امتحان. اليوم فكرتنا غير فكرة أمس. اليوم نتصلوا بشخص بيقول له حصلت كازيوني، خدمة مش عادية بكل، موضوع مش عادي بكل. شن هو؟ بيقول له حصلت إباري أنسولين، إباري السكر، مضروبات، لكن في ضربة مليحة. بنشوفه الطرف الآخر هل بيرضى بالموضوع هذا ولا بيقول له لا. الاسم محمد بن عامر. ان شاء الله اخوي محمد. اما سنه انت السمستر الاول طب بشري. السمستر الاول طب بشري ان شاء الله. الله تبارك الرحمن. ان شاء الله نشوفوك طبيب قد الدنيا. احنا اخترنا الشاب هذا بحكم المجال. بنشوف وانت بين بتكلم. نسيبي ان شاء الله، هو ولد خالتي في نفس الوقت. هو باش متوقع والله حيرفض. حيرفض. الو السلام عليكم. عم الطهر. معك احمد. احمد والخوك. احمد شجاو. مهم الدفعه يالي جايبها مضروبات، دفعه انسولين هي. وجايبها من الصين يبي يبيعهم او يبي يعطيهم لحد يبيعهم في الكازيون اللي بنحصله مليح. فما نبيش نضيعها الفرصه. لا مضروب حرام يا محمد. ما مش هيكي حرام عارفينه، لكن يلا فلوس فيهم حد. مدام مضروب حرام شرعا يا محمد. ما مش هيك رو. اسمع محمود، رو فيها دولارات يعني ومبلغ مليح. ولو كان حتى مليون حرام يا محمد. ما اسمع مضروبه، مدام بتاع مضروبه حرام. 100,000 دولار يا محمود مش شويه. ولو والله حتى ولو. لا يا محمد. يا محمود غير ما تضيعش علي الفرصه. لا انا كمان بتبذل. مش هيك، ما انا غير بيك تخش معي كشركه مش نكمل الموضوع. قصدي نبيك تساعدني نخش مع بعضنا شركة كي توا وبعدين سهل لنا في كازيوني مليح. بس باكيد هو مضروب ما عادية. قصدي هو عادي، قصدي هو صح حرام. وواحد باي شي بنديره، واحد يبي فليسات تحته. يبي فليسات تحته. ايه باي احمد. قصدي هذا ما هو حرام. هو قصدي يبا شي بدي با فلوس ضاقت بينا عم الطهر. والله ما تفاق. قصدي رو مش تشوف فاش ما جاي معي في القصدي في السمستر وسيارات وجو جميل وكيف احنا نقعد هكي. قصدي لا متأكي ما غير تعال. ما هذا الخالي الولد راه شادني. قصدي رو هذا عمي. خذ. السلام عليكم. شو الجو باهي؟ باهي. انا عم لوي. يا لوي هو. لا لا توك قلت لا يا ولدي. انا عم لوي زميل احمد. وعندي طبعا موضوع الدواء موجود عندي هنا جايبه حاويه فهمت. وقال لي عمي عادي يخش معنا في الموضوع. لا ما نخلي توجيني احمد ثامن ويا بعد لي ساعه. يا توه فهمت الحاويه مدبيه هي مش مضروبه هي صلاحيه طايحه لها ممكن سنه فهمت. لكن المعدل في التاريخ فيها. نعم لا والله ما نقدر بموضوع هذا. والله قصدي الولد هو اللي قال محتاج. راه لا 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 والله ما نقدر. محمود راه محمود يا محمود يعني مئة ألف دولار يا محمود مش شوية. راه قريب 600,000 جنيه ريبيات. من هذا خلفي قلت عليه إن شاء الله. اسمع بيكلمك. السلام عليكم. كيف حالك استاذي؟ الله يبارك فيك. قلت لك هو توا هو الموضوع معناها شبه تفهمنا فهمت. قال خلينا نكلم نسيبي باش قصدي يعطيني نص المبلغ فهمت. لا مضروبه ما
مش مضروبة، هي صلاحية بس طايحة. شنو يسمى مضروبة صلاحية طايحة؟ هي لها شهرين طايحة، فما تعرف الدواء دي معنا قصدي تو في قصة شنو هي قصة؟ ما قلت لك يا عمي تو هم شن صار فعلقوا علي، فهمت كيف قصدي؟ زي ما تقول قصدي ضاقت بي هنا، قلت بروحي هم قصدي قالوا لي 1-2-3 انفرض اليوم انت الفلوس وقصدي يا احمد انت عليك قاعد تروح قصدي تخش في الحرام نام طايح مده طايحه مغيرينها وبتبيعوه كيف قصدي الناس فهمتاش القصه يعني؟ تبقى ايش بدير باشين نطلع معاش نطلع منها بكل ما نادي عم طارر وهددوني وقصه قصدي وتعرف ما انت متفاهم معاي، انت قلت لي خلاص تمينا ما وش بدير يا عم طار، انا كلمت لك عم طار ونعرف انا قصدي قدها كيف قصدي كيف كيف عليه هو يا استاذي هو شن قال لي خلاص احنا تمينا تفهمنا من اول امس فهمي شن فهمت على شن فهمنا انه بياخذها شن بياخذها ياخذها الحاويه قال انا وعمي ليش انا اول مره اسمع بها تو انا تبقى كيف الحل؟ أنا بنقعد بناتكو شو تقعد بناتنا؟ تيه ما تجيش عاتوا الأول يقول لي نبيها وأنا وعمي بعدين تغيروا رأيكو أنا ما كلمنيش إلا تو أنا راح حاسبها لها على جنيل واحدة راه يبقى حاسبها مش حاسبها أنا غازي الموضوع أنا ما ندرش عليه بكو الموضوع هذا أنا ما ندرش عليه إلا تو بقى شن بتاخدوها ولا لا تو شن دخلني لأخذها أنا بقى هو ياخدها عادي دخلنيش بيه هو أنا والله العظيم حتى لو كان بيجيب لي مولي ما يجيب لي مال قارون ايش اسمه هذا حرام شرعا حرام هذا كاني شديت مسلم وذبحته قتلت عمدا يا محمود ما تضيعش الفرصه يا محمود يا ودي دق انت صحتين ما هنا نبي ندق عليه صحتين ما هو تو عنده ثقه فيك انت قال عندي من يعطيني مبلغ وعندي من يسوق لي لا لا نعمل قدام جامع ونوكل صغار حلال ولا نقص في ربع جنيه حرام فاهم عمك كيف قصدي هو صح يا عم الطاهر باش بندير بخش فيها بروحي بعدين قصدي بيطلع الدواء هادي وبيسمع بال الماليه وقصه بتصير على الاقل يكون نقص على الاقل الموضوع نكون فيه انا وياك على الاقل حتى كنا بروحي مع بعض ما. لا ما دخلنيش فيه انا موضوع كيف ما دخلكش فيه يا عم الطاهر علاش قصدي علاش لا ما دخلنيش فيه باي قصدي انا جيتك وقت الضيق عم الطاهر ونبيك بجمي معقوله هو كلام غلط تقول فيه وجيت بوقت الضيق تركز تجي باش بندير بتون هاي كيف شو بندير راو ضربة مليحة يا مطار فحتى دولار لا ضربة لا ضربات انا ما نخش كيف موضوع هذا بكل باي علاش قصدي مش كان حرام قصدي خلاص ايه كيف امان غني غير اعطيني لين المبلغ انت كمل معي الموضوع بس لا والله ما تدري قلش حتى 4 دينار ما انا اسمع انا ما بدش نكلم حتى الحوش وما بدش نكلم حتى ايوب فقلت يعني انت مصدر ثقة ويعني يقدر يكمل لي الموضوع لا مصدر ثقة نضيعها نكتر الناس راح حتى ما قرشان باهيات راه والله ما يبيه قرشان كأني قصدي لي هو كانك انت كان كنت مستاسع هو قاعد يقرا اقل حاجه يوصوا عليه يقرا ابو حي يصرف عليه ابو معبي هذا ها حق يخش الحرام لا زياده الخير خيرين عادي هو بعدين هذا سكر هم هو حتى الانسولين زياده الشر شرين هذا هو مالي اصلا ما يأترش راه هو ما يأترش ما يقتلش هو راه مرة بس هي هذه حاوية حصلناها احنا حاوية لدوم نصف بالردع حتى نسيب يخش الحبس حاوية لدوم نصف بالردع حتى نسيب يخش الحبس هو مدام افتح معك موضوع يدبر الراس انا والله ما عندي حاجة زادي بالله معلش يا تبيش تاخدها انت لا 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 راه فيها كازيوني فيها ضربة راه لا صحيح بارك الله فيك راه خلاصها دولار لا 100 الله يفتح عليك دنيا واخرة توصلني الغدا محمود علاش الدواء هادي لا هو هذا والله ما اسمع ما عجبتيش منك خلي بتوصلني با اسمع ما دام صار فيها هي بتحبسنا وبتدير لنا يا اخوي بلاش منا الموضوع بلاش منا كان هذا الموضوع هذا بدك ما دام وصلت للحبس بلاش منا تو نتصرف تو نشوف حد ثاني هنا لا تصرف يا ولدان غير ما اسمع محمود اسمع ما تجبدنيش قدام الحوش باي فكنا من يبدو يقولوا هذا مش عارف شنو وشني اسمع عارف فكر فيها بس اخر مره محمود ما تضيعش علي الفرصه لا فكر فيها يقصد بالبوك ولا يخش على معك في البزنس
يا محمود عرف ان ابوي مسافر توه فانا جاتك انت قلت لك سيب يا محمد سيب غيوب وسيب محمد قلت لك انا يلا حميده يا خشيت على البزنه نخش على الحمام يلا حميده يا خشيت على البزنه نخش على الحمام محمود خزيره قزيره هو قال لي مبزنس في الدوار احكي لي ما ندريش عليه انا انا نحكي لك ان هو قال لي نين بزنس في الدوار هذا على جيتها نحسوي بزنس في الدوار نيره هو قال لي هيك قال باهي معاكم باهيين باهي الحمد لله يا اخوي محمود طبعا احنا هذا برنامج في التلفزيون باهي والبرنامج هذا نبو ننقلوا البعض المواقف السلبيه وكيف كيفيه معالجتها وانت راجل كنت في الموقف في الموعد باهي والموضوع هذا احنا نشبه ايه عارف ان الموضوع خليني اعرف محمد شنو ايه لكن الموضوع هدايا الموضوع هدايا الموضوع هدايا انت هزك الموضوع هدايا لو انت فعلا قدامك صار كيف تتصرف كيف نتصرف ايه والله اكيد ما نمنع حدوث الكلام هذا باي وسيله كانت بارك الله فيك وهذا احنا اللي نتمنوه من كل مواطن ليبي انه هو يحافظ كل واحد يحافظ من جهة أكيد حنعيشه كويس وهالشاب المحترم هدايا ننكم به خوي طهر طبعا هو كان امتحان وانت نجحت فيه باهي وإحنا آسفين جدا وهذا الشيء اللي إحنا نتمنوه من كل مواطن ليبي إنه ما يخشش في الحرام إنه هو يمدش إيده على الحرام إنه هو ما يشجعش ولده أو ابنه أو على الحرام فإحنا طبيعي طبيعي يا دكتور هذه حاجة موضوع قبل نخش ودوة وهديك كيف قلت صح صح قلت انت كيف تتصرف هذا يا غير ما ترجع لي عندك عم وعندك ابو وعندك كيف قلت لك انت خلص صحيح صحيح وهذا اللي احنا هذا اللي هذا ننوه عليه هو اصلا هو نظيف الولد ما يدراش حاجه ثانيه ايه واحنا هذا علاش احنا اخترناه هو باش انت حتى انت تكون في حيره وتاني حاجه احنا اللي دائما نتمنوه دائما نبوا نوروه ان احنا قاعدين في ترابط اجتماعي البو والعم والخال قاعدين ينصحوا في الولد وقاعدين يقولوا رد بالك وهذه حرام وهذه غلط وهذه صح وهذا اللي نتمنوه طبعا هذا برنامج هذا جديد اسمه افتح المايك وانا اخوك اشرف الشريف اشرف رعايش باهي ايه باهي ريت يا اخوي نطلعكم حتى في تليفون انا العام الجاي نطلعكم بالشيشمع يا لطيف وخلاص عموما احنا سامحنا اخوي الطار ولا نور يا شريف والله ما عندك مشكله حبيبي وانا نهنيكم بهذا الطالب المحترم المضيف واحنا هذا اللي نتمنوه هذو الشباب اللي احنا نعتزوا بهم زي ولدك والله ما عندك مشكله يا ربي يحفظك يا اخوي الطاهر احنا يبيك بيطلب منك السماحه بسم الله الو الو عم الطهر خير اسمع فكني من الجريده اللي في الحوش هذيك مش لازم منا الضرب اليوم خليها حتى غدوه طيب بالك شكرا شكرا يا طهر اي سامحني حبيبي سعدنا شكرا لك يا محمود 100,000 دولار يا محمود ما تفوتهمش اسمع قال لك 50 شكرا استاذ محمود